تحتفل كنائس اللاتين في المملكة كل جمعة بخدمة درب الصليب، وهي من أهم محطات الزمن الأربعين المقدس، حيث يقف فيه المؤمنون للتأمل بآلام الرب التي كانت من أجلنا ومن أجل خلاصنا، فنتقوى بهذا التأمل لنصل إلى القيامة مع المسيح. ففي كنيسة ماري يوسف للاتين بجبل عمان أقيمت رتبة درب الصليب التي ترأسها قدس الأب وسام منصور كاهن الرعية. تخللت الرتبة تراتيل وعرض محطات لحياته وآلام السيد المسيح وسط أجواء خشوعية وروحية سادت أوساط الكنيسة بحضور جمع من المؤمنين. الرب معكم ومعكم.